السلام عليكم. ده مع بعض التطبيقات او الري. لو انا دلوقتي حطيت اي عنصر، اقول لكم مثلا حاجه بالشكل دوت، وقلت له دوبليكيت، بيعمل لي دوبليكيت في نفس المكان. طيب لو انا جيت كده وبدات احركه مثلا في الاتجاه دوت العنصر، اهوت، وبدات احركه في الاتجاه ده برضو، وبعد كده هقول له دوبليكيت، العنصر الجديد هياخد نفس الاتجاه اللي انا خدته المره اللي فاتت. تقدر تعمل مظبوط. طيب لو انا اخترت الشكل دوت وبعد كده قلت له انا عايز اعمل دبل كيت، والشكل الجديد عملت له زي روتيشن زاويه مثلا معينه، زاويه 20 مثلا، وبعد كده خدته كده في الاتجاه دوت وقلت له اعمل لي دبل كيت جديد، هتلاقيه جه في شكل دائري بالشكل دوت.